أول طريقة إنك تطلع برا مجال خصمك، حتتعلمها اليوم كيف تبعد برا مجال خصمك سواء جهة اليسار هو يسارك أو يمينك، ولازم التنين تتقنها، حتتقنها بالممارسة. أول طريقة في حال كان خصمك ثابت مكانه، أول شيء تقدم رجلك اليسار جهة الاتجاه اللي بتروح له سواء جهة يسارك أو جهة يمينك. أول شيء رجلك اليسار تقدمها، فإذا بتروح جهة اليسار تقدم رجلك وبعدين تلف اليمين تعدل ترجع مكانك. إذا بتروح جهة يمينك تقدم اليسار أول وبعدين تلف باليمين تثبت.